يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه. راح اكون مدربكم لليوم كوتش علاء بدر، راح اكون معي كوتش لونا صباح الخير، كوتش احمد صباح الخير. اليوم راح نعمل تمارين فول بادي ورك اوت، راح نحرق دهون من كل اعضاء الجسم. خلونا نبدا الميوزك لحتى نبدا ورم اب. راح نحمينا شوي ورا، راح نبدا جمب سكوات لقدام ونرجع ورا. 1 2 3 4 نحاول ضهري يضل ثابت مهما كنت بغي ممتاز بقلبك كنت ويايا انا رجع يا اغلى حبيبي بقول لا كده كفايه شوي خلينا نحمل الدمبل رح نبدأ الانجاز بإجر اليمين لقدام نفس الإجر اللغة 1 2 3 آخر واحدة رح نعمل لانجز على الجهة اليمين مرة وعلى الجهة الشمال مرة 1 2 كمان 2 more أول تمرين نحن نبدأ فيه للظهر رح يكون ظهري ثابت الحمد لله تحت ايدي هون بايسب اب شولدر 1 أهم شي حافظ على الصدر ثابت مرة رح نعيد جنب سكوات مرة ثانية جاهزين كوت لقدام 1 2 3 1 عندك كمان مرة ظهري ثابت تحت رح كون أنا على الجنب كوتش لونا كوتش أحمد قدام بايسب فوق تمام آخر واحدة افتح شوي ناخذ نفس ده على الجنب فوق رح نبدا بايسب ده لقدام نفتح كامل بايسب تمرين بركز لنا على عضلات الكتاف والبايسبس كاملة ممتاز كمان آخر واحدة طب نفتح شو صغيرة هيدا كمان مرة الكوتش دايفو يلا حاول نخلي أسرع شوي صغيرة 1 كمان
انا منويت الجدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفعك انت جيتي ندمانة قلتي ايام صغيرة مرة سامحني غلطانة نعمل تمرين جمب سكوات مرة ديد ليفت مرة كركل فوق مثل واحد تيح تحت غلطانة غريتي وعليا تخليتي مع همك اللي جهالي سهرتيني ليالي غريتي وعليا تخليتي تحبير نعمل سايد لانجز تحت سهرتيني ليالي انا ما نويت لغدار ولا كنت نفكر انا ما نويت لغدار ولك كنت نفكر حيرانة ما تنفعك انت جبتني ندمانة قلتني ريحني هالمرة سامحني غلطانة جبتني ندمانة هجيتي آخر واحدة قلتني ريحني هالمرة سامحني غلطانة احنا اي جمب سكوات مع تدلف غلطانة طمع آخر واحدة شوتك لي الساعة كنت فيها تبيعي بيعي وحدك بيعي طمع شفتك لي الساعة كنت فيها تبيعي تجي اليمين لقدام هنزل تحت هعمل هولد شوي لتحت لندز فوق ولا كنت نفكر انا ما نويت لغدار كنت نفكر حيرانة ما ادفعك انت فور اخر وحدة جبتي ندمان نزل الثانية رح تشوفوا كوتشونا كوتش أحمد على الجنب فوق واحد حاول ظهر يضل ثابت آخر واحدة آخر تمرين رح نعمله ننزل على الأرض تحت كوتشونا رح تعملنا الإيزي أوبشن أنا وكوتش أحمد مع بعض رح نعمل بوش أب ونطلع فوق باليمين واحد شمال ثلاث جابوا لي بس قولوا لي قلت انا ما رايدة ما رايدة غير حبيبي جوا عيوني هايدة عامل حلوة عيون ولا انا لي قايدة اخر واحدة نحكي ونقول نشتيه من قادة ايدة جابوا لي بس قولوا لي قلت انا ما رايدة ما رايدة غير حبيبي زائد ما نقدر نبدأ الآخر لقدام جعلين من تحت بعث هنس الأرض تحفوق جعلين لقدام زهر ثابت العكس والحلا قلبي بك موعود اجري تنتين ننزل لتحت للقش انا ما بقدر انسى رح
نكون خلصنا تمريننا لليوم. إن شاء الله كل اللي شاهدونا يكونوا استفادوا. يعطيكم ألف عافية. السنون الثلاثة الجاي بحلقة رياضية جديدة. يعطيك العافية كوتش. يعطيك العافية كوتش. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. لا تنسوا تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل إشي جديد.